عشر تمارين الجمع بالاحتفاظ، المرجع في كتاب التلميذ صفحة 27 معناها الحلقات السابقة. أتمرن مئة وأربعة وثلاثون زائد سبعة وأربعون، مئة وأربعة وثلاثون زائد سبعة وأربعون، الأربعة والسبعة إحدى عشر، نكتب الواحد نحتفظ بالواحد، الواحد وثلاثة أربعة والأربعة ثمانية، واحد زائد لا شيء واحد. ثمانمائة وسبعة وستون زائد مائة وأربعة وعشرون، السبعة والأربعة إحدى عشر، أكتب الواحد أحتفظ بالواحد، الواحد والستة سبعة والاثنان تسعة، الثمانية والواحد تسعة، ثلاثمائة وثمانية وخمسون زائد خمسمائة وخمسة وثلاثون، الثمانية والخمسة ثلاثة عشر، أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد، الواحد والخمسة ستة والثلاثة تسعة، وهنا ثمانية. أربعمائة وسبعة زائد تسعة وسبعون، السبعة والتسعة ستة عشر، أكتب ستة أحتفظ بالواحد، واحد زائد صفر زائد سبعة ثمانية، أربعة زائد لا شيء أربعة، ستمائة ثمانمائة وتسعة وتسعون زائد اثنان وخمسون، تسعة زائد اثنان احدى عشر، أكتب الواحد أحتفظ بالواحد، الواحد والتسعة والخمسة خمسة عشر، أكتب الخمسة أحتفظ بالواحد، الواحد والثمانية ولا شيء تسعة، التسعة والاثنان إحدى عشر، هنا عشرة والخمسة خمسة عشر، وهنا تسعة مع لا شيء تسعة. ستمائة واثنان وسبعون زائد ثلاثمائة وثمانية وعشرون، اثنان وثمانية عشرة، أكتب صفر أحتفظ بالواحد، الواحد والاثنان ثلاثة، والسبعة عشرة، أكتب الصفر أحتفظ بالواحد، الواحد والثلاثة أربعة، والستة عشرة، أكتب صفر وأظهر مرتبة جديدة، أحد عشرات مئات ألاف، هنا لأول مرة تظهر مرتبة جديدة، هذا رواق للأحد، هذا رواق للعشرات، هذا رواق للمئات، وهنا تظهر مرتبة جديدة، رواق آخر مرتبة الآلاف. إذا كان عندي احتفاظ سيكون الاحتفاظ في مرتبة الآلاف، لأن كيف تقرأ؟ هذا مثال جيد، مثال جيد. هنا عندي أربع مراتب،
أصل هذا الكلام هنا صفر، هنا صفر وهنا صفر. كيف نقول نحن؟ كيف نقول؟ نقول الواحد والستة سبعة والثلاثة عشرة، اكتب الصفر واحتفظ بالواحد. عندما تحتفظ بالواحد تقول واحد زائد لا شيء زائد لا شيء تساوي الواحد، او مباشرة لانها اخر مرحلة، لانها اخر مرحلة، كيف تقول؟ لا تقول صفر وصفر مباشرة. عندما ينتهي الأعداد، عندما تنتهي رتب الأعداد، هذه واحد اثنان ثلاثة عندها ثلاث مراتب، واحد اثنان ثلاثة عندها ثلاث مراتب، عندما تنتهي رتب الأعداد مباشرة تكتب في الرتبة الجديدة، تنشئ رتبة جديدة وتكتبها، ويقرأ هذا العدد ألف. هذا مثال لأول مرة نصادفه. كنا نتكلم على ثلاث أعداد، ثلاث مراتب وثلاث مراتب، والنتيجة ثلاث مراتب. الآن ثلاث مراتب ثلاث مراتب والنتيجة أربع مراتب. هذا مثال جديد. إذا نعيد هذا المثال، 2 زائد 8 صفر، نحتفظ بالواحد. 1 زائد 7 8 زائد 2 10، أكتب صفر أحتفظ بالواحد. 1 زائد 6 7 زائد 3 10، أكتب صفر وأكتب الواحد. نكتفي بهذا القدر من الشرح. مئتان وخمسون زائد 750. لاحظ معي شفويا هذا جواب. الخمسون والخمسون مئة، المئة والسبعمائة ثمانمائة، الثمانمائة والمئتان ألف. إذن هذه النتيجة كذلك سنجد فيها ألف هنا. الصفر والصفر صفر، الخمسة والخمسة عشرة، أكتب صفر وأحتفظ بالواحد. واحد والاثنان ثلاثة زائد سبعة عشرة، عشرة صفر واحد. آخر مثال، 217 538. هنا ثلاث مراتب ثلاث مراتب ثلاث مراتب، لا توجد المرتبة الرابعة، مرتبة الألاف. أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات، ليس مثل هذا. أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات ألاف، هذا في العادية. الثمانية والسبعة خمسة عشر، أكتب الخمسة أحتفظ بالواحد. الواحد والواحد اثنان، والثلاثة خمسة، الاثنان والخمسة سبعة. بهذا ينتهي التمرين رقم واحد. هناك ملاحظة أريد أن أقولها، لاحظ هنا الفكرة في الأمثلة، الأمثلة ليست متشابهة. هذا يميزه الصفر الذي يضاف هنا، لاحظ الأمثلة غير متشابهة. جمال تمارين الكتاب المدرسي يتألق من جديد، كتاب مدرسي يتألق. هذا الصفر غير موجود، وهذا مرتبة الألاف، مرتبة الألاف، ثم يختفي مرتبة الألاف. هناك تنوع في هذه الأسئلة، الأسئلة ليست متشابهة. التمرين الثاني، ضع ثم أجري عمليات الجمع الآتية. ما معناه ضع؟ معناه ماذا؟ معناه اكتب العملية عموديا وتذكر
الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. ستقول أن المئات هنا غير موجودة، المئات هنا غير موجودة. كيف أضع المئات تحت المئات؟ أقول لك أن المئات هنا صفر، صفر مئات، آحاد، عشرات، مئات. إذن آحاد، عشرات، مئات، آحاد، عشرات، صفر، مئات. 347 زائد 79 السبعة زائد تسعة 16. أكتب الستة أحتفظ بالواحد. الواحد والأربعة والسبعة، الواحد والسبعة ثمانية، ثمانية والأربعة 12. أكتب الاثنان أحتفظ بالواحد. الواحد والثلاثة واللا شيء والصفر يساوي أربعة. أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات. ليس فيها المشكل الأول. من هو المشكل الذي سيكون؟ الأحاد والأحاد مجموعهما أكبر من عشرة، سيكون الاحتفاظ. 359 232 التسعة والاثنان 11. أكتب الواحد أحتفظ بالواحد. الواحد والخمسة ستة، والثلاثة تسعة، الثلاثة والاثنان خمسة. خمسمائة وستون والمئة والأربعون. ما هي المشاكل الموجودة في هذه العملية؟ المشاكل ربما الأحاد صفر والعشرات صفر، قد يخطأ التلميذ وقد يتفاجأ وقد تبدو غريبة العملية. أحد صفر، أحد صفر عادي. العشرات أربعة والعشرات ستة مجموعهم يساوي عشرة، هناك احتفاظ. خمسمائة وستون زائد مائة وأربعون، 560 زائد 140. الصفر والصفر صفر، الستة والأربعة عشرة. أكتب صفر أحتفظ بالواحد. الواحد والواحد اثنان، والخمسة سبعة. خمسمائة وخمسة وخمسون زائد 445. من هي المشاكل التي ستكون؟ الأحاد خمسة، الأحاد خمسة سيكون مجموعهم في الاحتفاظ، والعشرات خمسة، والعشرات أربعة تسعة، والاحتفاظ القديم عشرة، سيكون احتفاظ في المرة الأولى واحتفاظ في المرة الثانية. خمسمائة وخمسة وخمسون أربعمائة وخمسة وأربعون، خمسمائة وخمسة وخمسون أربعمائة وخمسة وأربعون. نقل العملية كان صحيح. المرحلة الأولى نضع العملية. ما معنى نضع العملية؟ نضع العملية فيها أربع مراحل أو أربع خطوات. كلمة نضع فيها الزائد هذه، وفيها خط الكسر، وفيها تساوي، وفيها نقل الأعداد الأولى صحيح، ونقل الأعداد الثانية صحيح، وفيها الأحاد تحت الأحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. إذن المرحلة الأولى أنهيناها، وضعنا العملية بطريقة صحيحة. الحسابات الخمسة والخمسة عشرة. أكتب الصفر أحتفظ بالواحد. الواحد والأربعة خمسة، والخمسة عشرة. أكتب الصفر أحتفظ بالواحد. الواحد والأربعة خمسة، والخمسة عشرة. ماذا أجد؟ أجد شيئا جديدا. ما هو الشيء الجديد؟ الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. ظهور مرتبة أخرى اسمها مرتبة الآلاف.
أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات آلاف. ظهرت مرتبة أخرى هي مرتبة الآلاف. وهنا ملاحظة، الملاحظة أن هذه العدد الأول فيه مرتبة الآلاف، العدد الأول فيه مرتبة الآلاف، ولكن عدد الآلاف صفر، عدد الآلاف صفر، والعدد الثاني فيه الآلاف ولكن عدد الآلاف صفر. الآلاف في العدد الأول صفر والآلاف في العدد الثاني صفر. ماذا نقول نحن؟ العشرة صفر أحتفظ بالواحد، عشرة صفر أحتفظ بالواحد. العشرة الأخيرة، هناك العشرة الأولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة. العشرة الأخيرة أكتب الصفر أحتفظ بالواحد. هنا عندما أحتفظ بالواحد أقول الواحد والصفر والصفر سيساوي الواحد، تجنبا للثقل، تجنبا للثقل نتجاوز هذه المرحلة فنقول عشرة مباشرة هكذا. انتهى التمرين الثاني. التمرين الثالث يجرى سباق دراجات على ثلاث مراحل. طول المرحلة الأولى كذا كيلومتر، والثانية كذا كيلومتر، والثالثة كذا كيلومتر. ما هي المسافة التي سيقطعها المتسابقون؟ المرحلة الأولى هي هذه، المرحلة الثانية هي هذه، الثالثة هي هذه، والثالثة. إذن الفكرة سهلة، ما هو مجموع هذه المرحلة؟ هذا زائد هذا زائد هذا. المسافة التي سيقطعها المتسابقون هي 509 كيلومتر، لأن مجموع هذه الأعداد يساوي 509. لا بأس أن نجري عملية عمودية لهذه الأعداد. كيف نقول؟ كذا. إذن الثمانية والثمانية 16، 16، 17، 18، 19، 20. أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. الإثنان والإثنان 4، والواحد 5، لا شيء 5، 509. انتهى التمرين هذا التمرين انتهى، التمرين رقم 3. ونكتب هكذا الجواب، ونكتب هكذا. أبحث، ضع أشياء من 1، 2، 3، 4، 5 على كفتي الميزان حتى يكون في توازن. الفكرة ما هي؟ هناك 5 وهناك 6 وهناك التساوي، التساوي. التساوي هنا، هنا موجودة 5 وهنا موجودة 6، هنا 6. نوزع هذه الأعداد 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4، 5. هذه الأعداد نفرقها هنا، نفرقها هنا. إذن نفرقها هنا، وبحيث نحصل على مساواة. نجرب، نبدأ بعملية تجريب، نجرب. مثلا لو نقول الواحد هنا، الواحد هنا أصبحت 6 هنا و6 هنا. هذه هل أستطيع مجموعهم كم؟ مجموعهم 9 و5 14. هذه مجموعهم إذا سهلة،
ثلاثة هنا وثلاثة هنا. إذن الثلاثة الأربعة هنا، أربعة هنا، والاثنان والخمسة هنا، الاثنان والخمسة هنا. سهلة، مع الخمسة، مع الخمسة، ونرسم هكذا 13 تساوي 13. انتهت تمارين الصفحة 18، وبهذا ننتهي من الدرس 13. 13 أنجزنا الدرس وأنجزنا التمارين.